اهلا بحضراتكم من جديد. نورني وشرفني النجم كابتن ضياء عبد الصمد نجم الاهلي. منور الدنيا يا كابتن. ربنا يخليك يا مين. عامل ايه؟ نورك كابتن مصر. انت اخبارك ايه؟ تمام. ربنا يخليك كابتن مين. ربنا يكرمك. عندنا دوري وعندنا افريقيا. عايز تتكلم في الاول براحتك انت بقى يعني. لا اختار انت مين بقى. انا تحت امرك. اختار انت مين. نتكلم في الهم النادي الاهلي وجماهيره. الاهم من المباراه يوم الاحد الجاي ان شاء الله. مباراه شايفها صعبه ولا سهله؟ شايف الماتش الاول كنا ممكن نخلص الدنيا من هنا ونستريح؟ كان في باد لك من اللعيبه قوي. اه انا كان نفسي الاهلي يخلصها من هنا. يعني جات لنا اربع فرص تقريبا. لو كانوا خلصوا كانوا ريحونا جدا. كنا بنلعب المباراه دي واحنا برضو يعني مستريحين. في حاجه ميدو برضو انت لازم تعرفها. معظم اللعيبه دلوقتي عندنا برضو مش عارف انت هتشاركني الراي ولا لا. قول. مدير فني جديد جاي. تمام. انا كنت بتفرج على الحلقه بتاعت علي مهيوب امبارح. عجبتني حته قوي. المدير الفني ولا اللعيب؟ اللعيب ولا المدير الفني؟ فرخه ولا كتكوت؟ كتكوت ولا البيضه؟ ولا البيضه ولا الفرخه؟ البيضه ولا الفرخه؟ هي كده فعلا. هي فعلا كده. هتلاقي دماغ اللعيبه. في بعض اللعيبه هتلاقي دماغها مشغوله جدا 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 باللي هيجي. انا هلعب ولا مش هلعب؟ هكمل ولا مش هكمل؟ المدرب انا بقول لك اهو. انا هقول لك اهو انا معاك في حته صغيره. انا كنت مدرب واشتغلت وفي ناس كانت مش موجوده ظهرتها وفي ناس كانت يعني شايفه نفسها انها كويسه في ظل مجموعه كويسه موجوده بس ما كانتش بتادي كويس في 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 في, في الدماغ اللي انت عايزها. انت انا عايز بلعب بشكل معين بطريقه معينه. ده الكواليتي بتاعته هتنفع طريقتي ولا لا. المهم انا بقول ممكن الفكر ده بيستحوذ شويه على بعض اللعيبه. تمام. فممكن يكون اثر شويه على النتيجه هنا. هنا الاداء ما كانش كويس قوي الطيب الاولاني. وفي المجمل ما كانش بدا النادي الاهلي ودي مشكله. يعني فعلا النادي الاهلي لما تطلب منه يعني نتيجه بتبقى مربوطه بالاداء. ودي المشكله اللي فاتت للنادي الاهلي او الفتره اللي فاتت دي. فتره صعبه وانا انا بعتبرها من فترات الاحلال والتجديد في النادي الاهلي. انك لازم مع كل فتره تشيل بقى واحد اثنين ثلاثه وتجيب مكانهم واحد اثنين ثلاثه بمواصفات اسم النادي الاهلي اللي يقدر يلبس تيشيرت النادي الاهلي. لان مش اي لعيب تقدر تقول له تعالى العب في النادي الاهلي وما تكونش عنده المقومات او المواصفات اللي تخليه فعلا لعيب نادي اهلي. طب انا بختاره على اساس ايه؟ ما انا هقول لك اهو. انت بتختاره على اساس ان هو يقدر يسد في حته معينه. عموما لا ده ليها مقومات ثانيه. اولا انا بلعب ثلاث بطولات او اربع بطولات. انت عندك نادي اهلي اربع بطولات ممكن كمان ثلاث اربع بطولات ده اساسي. كل سنه عندك ثلاث اربع بطولات بتلعبهم. تمام. اللي يقدر اللعيب دوت يجتاز المرحله اللي هي كل اربع ايام مباراه او كل خمس ايام مباراه او كل اسبوع مباراه. مباريات افريقيه، مباريات تقيله، مباريات نهائي سوبر، الكلام ده كله ما حدش يقدر يختار بيه لعيب غير لما تكون عنده مقومات معينه. ما هو مش اي حد النهارده جاب لي هدف او اثنين او عمل لي اسيست واحد ولا اثنين او عمل لي كره كويسه او كره ثانيه كويسه او عمل لي مش عارف رقص لي ترقيصه كويسه او شاط لي كره كويسه. اكيد هقول لك تعالى انت تنفع في النادي الاهلي. بالظبط. ده مستحيل. انا بتكلم عن النادي الاهلي وبتكلم عن النادي الزمالك وبتكلم عن النادي المصري. الانديه الكبيره عموما. الانديه الكبيره عموما. فانا بقول ممكن الحته دي تكون مأثره شويه على فكر بعض اللعيبه. انا هكمل. انا هيجي. طب الراجل هلعب. انا ما بلعبش دلوقتي. طب ممكن الفتره الجايه تبقى ايه؟ انا ممكن امشي. ممكن اقعد. انا 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 على ما اعتقد ان المرحله الجايه في النادي الاهلي هي تعتبر بالنسبه لي نفسيه اكتر ما هي فنيه. في لعيبه كويسه موجوده في الاهلي وفي لعيبه تقدر تحمل تيشيرت النادي الاهلي وتقدر تحمل اسم النادي الاهلي خلال الفتره الجايه. لكن انا كان نفسي يبقى الاداء مربوط بالثقه ومربوط بالطمانينه ومربوط بالهدوء وبامكانياتك. انت عندك لعيبه امكانياتها عاليه كويسه لكن في بعض اللعيبه وانت فاهم يا كابتن ميدو كويس قوي انا ممكن قبل التمرين غصب عني اول ما بتحط في حته ان انا يعني في ضغط خفيف كده ما بلاقيش نفسي. ممكن بقدرش. ما دي برضو مشكله مدرب يا كابتن. ما هو انت دلوقتي انا ممكن اكون مشكله مدرب. لا انا معاك ان انا بقول لك مدرب. انا بقول لك مدرب. حضرتك ما انا بقول مدرب مش لعيب. ما ينفعش اشوف لعيب كويس اقول لعيب. طب انا هقول لك حاجه. بنجامين ده اللي كان موجود في الداخليه والله العظيم اللعيب دوت من احسن اللعيبه الافارقه اللي جت مصر. بس كان ناقصه حاجه وانت بتتكلم فيها صح جدا جدا لان انا بقول لك انا عشتها معاه. انا الولد ده اخترته مع كابتن فاروق جعفر. الوالده من احسن اللعيبه الموجوده في مصر بس للاسف ما قدرش حد يعني يقول يكتنفوا او يعاملوا بروح اللاعب المحترف. الولد ده جواه مش نادي جماهير اطلاقا. مع احترامنا انا بكلمك. لا طبعا انا بكلمك بكل امانه. الولد ده بيقول لك انا من احسن اللعيبه الافارقه اللي جت مصر هنا. لعيب جامد جدا يا كابتن بس للاسف يعني ما حدش احتضنه بلغه الكوره كده يا كابتن. ما حدش احتضنه. ما حدش قدر يوصل لدماغه فيها ايه. لكن انا بتكلم معاك لعيبه النادي الاهلي فيها لعيبه كويسه جدا. فيها لعيبه تقدر تسد العجز اللي موجود هنا عندنا في الفتره الموجوده دلوقتي. ماتش افريقيا ماتش صعب جدا.
اتنين مش كتير يا كابتن ميدو على فكره. لا قدر الله تحصل مشكله في الاول انت هتبقى تلعب الاعصاب الخارجيه بالزبط. انت ما تحسب ولا ثلاثه، انا بعتبر ثلاثه برده مش كتير يا كابتن، هو مش مضمونه يعني ثلاث اهداف. اي نعم اسم النادي الاهلي كبير وفرقه النادي الاهلي كبيره وما ينفعش نقول بواقعيه، لكن ايوه ثلاثه بوقعية. انت تعتقد ان هدفين كفيلين من ان احنا لا في اثيوبيا الموضوع بيبقى صعب، خصوصا الفرقه يعني شبه عشوائيه شويه، ما تعرفش انا يعني اخشى يا كابتن حكم ممكن في اول خمس دقائق 10 دقائق دروب خفيف وتربكه تحصل مشكله في الاول بعد كده انت بقى العالي والكلام ده بيبقى عندنا مشكله. بالظبط هي دي المشكله، انا كان نفسي نخلصها في 3 و4 في مصر هنا كانت ريحتنا كتير قوي. كان نفسنا والله العظيم هي الكوره كده يا كابتن ميدو، معلش للاسف هي الكوره كده دلوقتي. وبعدين عايز اقول لك حاجه، فعلا الفروقات قليله جدا يعني الفروقات قليله جدا جدا بيننا وبين بعضنا. انا مؤمن انا مؤمن. لا يا كابتن ده مش والله العظيم قليله قوي يا كابتن. أيوه. بص يا كابتن ميدو يعني هنقول اعشار، مش هقول لك 1% 2% اعشار، بس هي تيجي في ايه؟ ولد او لعيب عنده ثقه، عنده يعني هنقول ثبات، ما بيتشدش، ما فيش مشكله في دماغه، اللي عنده بيطلعه. مين اللي بيديله الحاجات دي؟ ما هو انا بقول المدير الفني بالزبط. اللي بيقول له ايه انزل عك ومالكش دعوه الماتش الجاي انت شغال، مالكش دعوه. مفيده جدا بالظبط. كابتن ميدو انا بقول لك في مرحله افتكر فيها الكابتن ايمن منصور. تفتكر لما لعب نادي الزمالك مع الزمالك وكان هداف الدوري في السنه دي على ما اعتقد، تفتكر اول 6 ماتشات عمل ايه او 7 ماتشات؟ كان كابتن فاروق جعفر مدير فني. تفتكر عمل ايه؟ كان بيضيع يا كابتن كل كوره تجيله، كل كوره بيضيعها. ناس كتير انتقدته. انا فاكر دي كويس قوي السنه دي، لان انا كنت خارج من الاهلي وقتها وكنت موجود، ففاكرها كويس قوي. انتقاد غير عادل ايمن منصور. جاب هدف في المباراه الثامنه تقريبا يا كابتن، بعد كده بقى هداف دوري تقريبا، وبقى هو هداف نادي الزمالك. ليه يا كابتن انا بتكلم على كده؟ حته الثقه. انت لما بتدي حد ثقه يا كابتن وتقول له انت خده وما فيش مشكله بالنسبه لك، الولد بيطلع كل اللي عنده وهو مش قلقان، هو مش مضطرب. لكن لما تعرف ان انا مرهون عليا المباراه دي، لو ما جبتش فيها هدف الماتش جاي بره، فدي صعبه جدا بالنسبه لي، صعبه جدا جدا جدا. انا على ما اعتقد ان الموضوع دوت بيفرق كتير مع 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 اللعيبه في العموم، لكن المواصفات اللي بتيجي بيها لعيب زي لعيبه النادي الاهلي لازم يبقى ليها شكل تاني خالص. نفس نوعيه مين حاليا عندك؟ احمد فتحي نفس نوعيه وليد سليمان، نفس نوعيه نقول مثلا أزهر، مع ان هو فترته قليله لكن المقاومه بتاعته جامده قوي يعني. طب استاذنك معايا من المكتب الاعلامي بسفاره مصر باثيوبيا السيد خالد عفيفي، اهلا وسهلا بيك يا فندم. يا اهلا وسهلا يا كابتن حميد، ازي حضرتك يا فندم؟ واهلا بحضرتك وفي كل المشاهدين. اهلا بيك، كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. ودايما صوره مشرفه لمصر كده، رجالتنا دايما صوره مشرفه لمصر في اي مكان يكونوا فيه. يا فندم ده واجبنا، واحنا تحت امر النادي الاهلي وتحت امر كل الفرق المصريه. طمني بقى، اكيد كل الجماهير الاهلاويه عايز تطمن منك يا فندم على الاستعدادات في اثيوبيا لاستقبال النادي الاهلي والملاعب اللي هيتمرن عليها، يعني الاجواء العامه في اثيوبيا شكلها ايه؟ والله يا فندم، هو بداية كابتن سيد عبد الحفيظ وصل النهارده الساعة 7:30 صباحا مطار اديس ابابا، وطبعا السفارة اصطحبت كابتن سيد لفندق اقامته، رايح خد شوية ريست راحة كده. تمام. والساعة 2 كان في غدا سيد السفير اقامه على شرف الكابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن سمير عبدي. بعدها كابتن سيد قام بجوله في اديس ابابا لتفقد الملاعب الموجوده حتى يستقر على المباراه المكان اللي هيتم تدريب الفريق فيه. وفي الاخر الكابتن سيد طبعا استقر على الملعب الرئيسي اللي هتقام عليه نفس المباراه يوم الاحد الساعه 4 توقيت اديس ابابا. الملعب الرئيسي. الملعب الرئيسي. تمام. والملعب يعني دايما كان ايامنا يا فندم كان الدنيا كانت صعبه شويه، النجيله كانت صعبه شويه، الاجواء طبعا مش عارف درجه الحراره شكلها ايه دلوقتي في اثيوبيا، المناخ العام، الملعب شكله ايه كارض يتلعب عليها من فريق النادي الاهلي؟ يا رب تكون الدنيا كويسه. الملاعب تقريبا كلها في اديس ابابا يعني في تطور من فتره لاخرى. اثيوبيا طبعا بتبذل جهد كبير في تطوير الملاعب بتاعتها. كان المفروض المباراه هتقام في منطقه جيمة دي جنوب غرب اثيوبيا، لكن طبعا الحكومه الاثيوبيه واتحاد الكره
الأسيوطي قرر إقامة المباراة على الملعب الرئيسي بأبي صلابة، تيسيرا طبعا على النادي الأهلي والفرقة، وطبعا للظروف، مراعاة للظروف اللي بتمر بيها أبي صلابة الأسيوطي. احنا كسفارة طبعا الأستاذ سفير أسامة عبد الخالق يعني تأخر ووجه للسفارة توفير كل سبل الدعم اللازمة للفرقة النادي الأهلي. طبعا التأخير أقام زي ما قلت لحضرتك حفلة غنية على شرف السيد سفير وكابتن سمير عبدي. خلال الغداء تم عقد مشاورات حول رحلة الفريق وأثناء فترة إقامتها في أبس أبابا حتى السفر، وإن شاء الله يعني يكلل التعب ده بالفوز للنادي الأهلي بإذن الله ويرجع بإذن الله منتصر كعكة يعني. يعني حضرتك قلت لي إن جيما اتفضل اتفضل يا فندم. لكن إحنا كمكتب طبعا إعلامي بالسفارة حرصنا تماما على التنسيق مع القنوات المصرية اللي رغبة في الحضور لأبي صدابة. وصلنا مع إدارة القناة في النادي الأهلي وحصلنا طبعا أهم حاجة شيء المعدات حتى لا يتم حجزها في مطار أبي صدابة، خلصنا الإجراء الإفراجات الجمركية. وإن شاء الله هنكون في شرف استقبالهم النهاردة الساعة 3 في المطار حتى يخرجوا إن شاء الله سالمين بالمعدات بدون أي مشاكل بإذن الله، ثم هيتوجهوا بإذن الله للإقامة في الفندق إنتر كونتيننتال ده اللي استقر عليه كابتن سيد لإقامة الفريق. ان شاء الله يعني ربنا ان شاء الله يسهل ان شاء الله يرجعوا منصورين باذن الله. حضرتك قلت لي ان جيما بتقع في جنوب غرب اثيوبيا، يعني اعتقد التواجد الجماهيري في العاصمه هيكون تواجد قليل ولا ليهم برضو مسانده جماهيريه في العاصمه؟ لا، هو الشعب الاثيوبي عموما بيحب الكره، بيحب الكره الافريقيه عموما، كلهم مهتمين تقريبا بلقاء الاهلي اهتمام غير عادي. الملعب طبعا هيكون على الصبابه، في دعم كبير للفرقه جيما الاسيوطي، وفي نفس الوقت الجاليه المصريه اللي موجوده من خلال التواصل معاهم كلهم ابدوا رغبه في الحضور ومشاهده الماتش في الاستاد، كلهم بيسالوا عن التذاكر. يعني اعتقد ان الاجواء هتبقى ممتازه يعني ان شاء الله. هو الساعه الجماليه تقريبا كام يا فندم؟ في فرق ساعة بيننا. لا، الساعة الجماهيرية، أنا آسف، الساعة الجماهيرية للإستاد. الساعة الجماهيرية للإستاد يعني تقريبا في حدود 40، من 40 ل 60 ألف متفرج يعني. كتير برضو. تقريبا. في أهلاوية هناك ولا إيه؟ ما هو ده دوت الإستاد الرئيسي في أثيوبيا. يا رب ان شاء الله تكون مباراه يعني تليق باسم النادي الاهلي وفريق جيما، ان شاء الله تكون في مصلحه النادي الاهلي. شكرا جدا وبشكر حضرتك، وان شاء الله تكون الاجراءات كلها يعني سهله على النادي الاهلي، واكيد هتعزموا فريق النادي الاهلي بعد المباراه ولا لسه؟ راح الاتصال. طيب، سيد خالد عفيفي القائم باعمال المركز الاعلامي بسفاره مصر باثيوبيا، شكرا جدا لحضرتك. هيعزمها ان شاء الله. اكيد ان شاء الله هتعزمه، وتبقى عزومه جامده ان شاء الله. انا عارف دايما هم سباقين، ودايما بصراحه رجاله مصر بيشرفوها في اي مكان بصراحه، دي حقيقه يعني. بيتكلم على 40 ل 60 الف متفرج، كنا لسه بنتكلم في الاجواء الخارجيه، دي من الاجواء الخارجيه برضو الجماهير. ده ممكن تاثر طبعا 40، انا مش متخيل ممكن يوصل يعني، بس ما اعتقدش ممكن يوصل 40. بس هم كمان يعني مش مكان جماهير. مش مكان انت جميل. متخيل ممكن يوصل 40000 جنيه؟ 40000 40000 مشاهد، انت متخيل ممكن توصل؟ انا متخيل توصل 40000. متخيل شعبيه الاهلي يروح له ناس تتفرج. انا مش بتكلم على شعبيه الاهلي، انا بتكلم على اثيوبيا، ان ال 40000 ممكن يوصلوا هناك للجمهور 40000 للمباراه دي. في والله دلوقتي في يعني مش عارف سيبها اتطورت كتير قوي، بس يعني انا مش عارف، انا ممكن يعني الماكسيموم ممكن توصل لها 20 25000 على ما اعتقد، لو حضروا الناس ما تزيدش عن 20 25 على ما اعتقد، بس 40 كتير في اثيوبيا في الماتش ده، انا ممكن تبقى كتير شويه يعني. في اعتقادي يعني يا رب يكون يعني يا رب يا رب. هو عموما الجماهير كتير بتخلي لعيبه الاهلي تفتكر الجماهير. كابتن ده نمره 12 يا كابتن، ده نمره 12 و13 و1 و5 الجمهور ده اساسا يا كابتن بيخليك تبص انت يعني بتعمل اللي انت مش متخيله او متوقعه انك تعمله. الجمهور ليه دافع تاني خالص. وحشنا الجمهور، بس للاسف يا كابتن هفضل اقول برضو احنا عملنا ايه عشان الجمهور يرجع؟ الناس اللي عماله تقول لك يا كابتن ميدو دلوقتي يرجع الجمهور، يرجع الجمهور، يرجع. انا مش ضد انه يرجع،
بس يرجع بمعايير اللي قالت عليها النيابه. ما هو انا مش مستني بلوى ثانيه يا كابتن ميدو والله العظيم ثلاثه. احنا مشكلتنا في مصر ان احنا مفيش متابعه. بس كمان رجعت يا كابتن مفيش متابعه ملتزم. بترجع بس بترجع ازاي؟ ما في مشاكل حصلت يا كابتن ميدو بقى. فين؟ لا في ماضي الماتشات حصلت اللي فين انت ادرى مني يا كابتن ميدو. لا في مشاكل حصلت. انا ما شفتش مشاكل والله. لا في مشاكل حصلت خفيفه كده يعني مناوشات هنقول مش مشاكل بلاش نوصلها لكلمه مشكله لكن هنقول في بعض المناوشات حصلت. ماشي بس بعض المناوشات يعني ماشي يعني اوكي يعني. طب ليه ما ليه انا بقى لنا كام سنه لا انا مش معاك في مشاكل عشان ما تاخدش لا انا بقول مناوشات انا قلت بعض المناوشات. طب ليه ما نرجعش يا كابتن ميدو في الفتره دي ليه ما نرجعش الاشتراطات اللي قالت عليها النيابه؟ احنا دلوقتي بصدد تنظيم افريقيا لسه بقول اهو. طب ليه لو احنا عملناها من سنتين ثلاثه ولا من اربعه انت تنظم اي بطوله في اي وقت. انت ليه احنا وقت ما بنقول احنا عايزين نعمل حاجه الدنيا تتقلب؟ النادي الاهلي عامل كل حاجه عمال ايديه وعامل كل حاجه. امتى يا كابتن النادي الاهلي هات لي حد غير النادي الاهلي عامل الكلام دوت يا كابتن؟ هات لي مش عارف. لا هات لي هات لي كام استاد يا كابتن نفذ التعليمات اللي قالت عليها النيابه في الاشتراطات اللي المفروض عشان الجمهور يرجع بامان. هو انا هو انا يا كابتن ميدو هقول لك انا ضد ان الجمهور يرجع ضد ان الجمهور يتمتع. الجمهور ده البنزين بتاع العربيه روح البني ادم. لكن انا بتكلم في اشتراطات ليه ما ترجعش؟ ليه ليه ما ليه ما حددهاش؟ ليه اتحاد الكره ما يكرش لازم بالالزام شايف خمس ست استادات سبع استادات 10 استادات كويسين لازم تعمله حتى يدعم من عنده يدعم يكلم مجلس الاعشاء الرياضي ياخد فلوس من هو ده لو الانديه معهاش. لكن انت ليه ليه نزنق نفسنا ليه؟ دي المشكله دي مشكله كابتن ميدو بالنسبه لنا يعني. لكن انا مع عوده الجماهير طبعا. انا بصراحه شايف الجمهور الاهلي ملتزم جدا. الجمهور انا بصراحه بعض المناوشات حصلت وهي ما بتحصلش يا كابتن ميدو غير في ثانيه. انا مش مستني الثانيه دي. انا عايز لا عايز كاميرات وعايز مخارج وعايز مداخل وعايز كرسي كويس وعايز اداره وعايز كافيتريات كويسه. لا انا خايف يكون الامر مختلط عليك يا كابتن. الايه؟ خايف يكون الامر مختلط عليك بالنسبه ان بتقول في مناوشات حصلت. انت قصدك على الازاز اللي اترمت على مدربين وكده ما كانتش جمهور الاهلي خلي بالك. لا مش بتكلم على الاهلي يا كابتن. لا 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 الاهلي ايه يا كابتن؟ يا ريت كل لا كابتن كابتن ميدو الاهلي لا 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 انا بتكلم في العموم. انا بتكلم في العموم. لا اهلي يا كابتن لا 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 الازايز وما بعد الازايز وما قبل الازايز والحاجات دي كلها لا حاجات بتحصل كده يا كابتن. لا 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 انا بتكلم في العموم يا كابتن ميدو. كابتن رجوع احمد فتحي ورجوع ازارو حسام عاشور الشناوي رجعوا لقائمه الاهلي علي معلول. شايف الاسماء دي؟ بص الاسماء قد ايه لا تقيله جدا طبعا. لا تقيله لا تقيله برغم كده الاهلي كان ماشي تقيلة. لا 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 تقيلة. كل واحد فيهم يا كابتن يسد عجز جامد قوي مع فرقة او يفرق مع فرقة فعلا. مع ان انا ضد الكلمة دي برضه كابتن كنادي اهلي. انا كنت النادي الاهلي بقول لك واحد او اثنين صعب جدا يأثروا في النادي الاهلي لان انا بعتقد ان ال 25 لعيب اللي بيتأيدوا في النادي الاهلي كلهم هنقول يعني بنسبة 70% 80% المفروض يبقوا ثابتين على نفس المستوى. لا زي ما بقول لك الاهلي بيشترك في المدرب ما برضه يا ميدو يا كابتن المدرب كل حاجة. انا ما قلتش حاجة. والله العظيم. طب هقول لك على كابتن جور الله يرحمه. كابتن جور كان بيعمل ايه يا كابتن؟ نفسيه 10 على 10 كان بيكلم الناس كلها. اللي بيقعد على الدكه بره بيبقى مبسوط جدا انه يقعد على الدكه بره الله يرحمه. كان اللي بيقعد على الدكه بره يا كابتن ميدو يقول لك انا مبسوط ان انا على الدكه لان كابتن جور قال لي انت لعيب كويس الماتش ده مش بتاعك. كان بيجي له يعني خد الكيفيه دي ونقول بقى ايه تتعامل بيها مع بيت اللعيبه. كان لسه معانا المهندس محمد عادل من شويه قبل ما حضرتك تشرفني كنا بنتكلم على قطاعات الناشئين وقد ايه دورها مؤثر بالسلب بالسلب في الثقافة اللعيبه اللي موجوده دلوقتي او معظم اللعيبه موجوده دلوقتي. الناشئ لو اتربى او اتعلم من صغره ان انا محترف بس العب ما العبش دي مش مشكلتي خالص اعمل اللي عليا اكيد هيفرق في ثقافته لما يطلع يلعب فرقه كبيره. انا كمدرب مش المفروض مني خلي بالك كابتن. انا بكلمك بطول. بقى انا بكلمك بطريقه احترافيه. انا كمدرب مثلا عايش في الدوري الانجليزي عايش في الدوري الايطالي عايش في الدوري الاسباني في الالماني انا كمدرب مطلوب مني ان انا اعمل تكتيك معين ان انا ابقى ليها شخصيه معينه مع الفريق مش مطلوب مني ان انا اقعد اعالج نفسيات لعيبه هي اساسا متاثره من قطاعات الناشئين. بتتكلم ايوه على الدوري الممتاز بالظبط. دي منظومه احنا قلنا قبل كده واتكلمت يا كابتن ميدو على كده حته الطب النفسي الرياضي اللي الناس تفتكرها وبتدلع بيها وبتتكلم وياخدها بشكل يعني هو مش مستفز لا شكل استهتار. ايه يعني كلمه ايه يعني كلمه انا اجيب طبيب نفس الفريق ازاي؟ لا في لعيبه يا كابتن لما تقومها نفسيا فعلا تدي لك كويس قوي 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 وفي نفس الوقت اللعيبه دي تقدر فعلا تبقى ثروه قوميه بالنسبه لك. بالظبط. بس المشكله في ايه؟ انك قبل ما تجيب المدرب انت لازم تعد المدرب كمان. لان في مدرب ما بيعرفش يتعامل مع اللعيبه. لازم تخليه مدرب. مدرب حاجات كتير قوي يا كابتن ميدو. هو يبقى ليه شخصيه المدرب. الكلمه دي انت بتقولها تامنه تخليه قوي في مكانه. مش زي ما كنت بكلم عن مساعد رواتب المدربين قليله جدا 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 ان انت لسه اقول لك اهو مش او قال معلش سوري مش مرتبات ما تيجي عشان تشرب الشاي وهو سخن
نطلع نشوف تقرير نشوف الشاي يلا عايزين نشوف تقرير نطلع نشوف تقرير اراء النقاد الرياضيين عن هذه المباراه الهامه جدا للاهلي وجيم الاسيوي ونرجع نتواصل مع الكابتن ضياء عبد الصمد. انا شايف ان الاهلي قدم اداء مميز جدا قصاد جيم الاسيوبي، ضيع فرص كتير جدا. الاهلي كان ممكن يخلص الماتش ده بتاع 5-6 لولا سوء التوفيق وسوء الحظ. انا شايف ان الماتش اللي جاي بتاع الاهلي ده الاهلي هيكسب هناك، ان الاهلي عودنا اساسا في الماتشات دي بيلعب بره ارضه احسن من جوه ارضه، فاعتقد ان الاهلي قادر ان هو يحقق الفوز هناك وقادر ان يحقق الفوز بسكور كمان. خلي بالك لو جيت بصيت الماتش ده، الماتش الاولاني ده الاهلي كان يقدر يكسب كتير جدا يا جماعه. مروان محسن لوحده بس مضيع بتاع 4-5 جوان فرص مؤكده، فلا انا شايف ان الاهلي قادر ان هو يحسم الماتش العوده بسهوله جدا ويرجع بالثلاث نقط ان شاء الله. هي طبعا هتبقى مباراه صعبه جدا جدا في ظل الظروف اللي بيعيشها النادي الاهلي من ضغط مبارياته على المستوى المحلي والافريقي، طبعا زائد طبعا الغيابات الكتيره في صفوف النادي الاهلي بسبب الاصابات، وبخلاف طبعا سوء ارضيه الملعب متوقع اللي احنا شفناه في مباراه جيبوتي في الدور التمهيدي. تاني حاجه طبعا الارتفاع عن سطح البحر، ده هيكون احد المعوقات اللي هتواجه الجهاز الفني الاهلي ان هو يعد لاعبيه بدنيا في ظل ضغط مبارياته، وكمان بتلعب فوق سطح البحر بمسافه كبيره. اعتقد ان المباراه كلها صعوبات مخاطره كبيره جدا، لكن ان شاء الله النادي الاهلي باسمه وبتاريخه وبخبراته وخبرات كابتن محمد يوسف اللي هو مش اول مره يتعرض لموقف زي ده، فاعتقد النادي الاهلي ان شاء الله بنسبه كبيره فرصته وافره في التاهل اذا مر الشوط الاول على خير باذن الله وطلعت النتيجه تعادل سلبي مثلا. بالتاكيد احنا مش عايزين نقلل من من من, من اي منافس، يمكن حتى كان ده كلام كابتن محمد يوسف بعد المباراه، احنا بنحترم كل المنافسين. المفاجآت واردة جدا خصوصا في الأدوار اللي يمكن المبكرة من البطولة. نتيجة المباراة في حد ذاتها كانت مباراة الذهاب اللي كانت في برج العرب 2-0، بس دي نتيجة مش مطمئنة، لكن أعتقد مع وجود بعض العناصر اللي كانت مصابة خصوصا إنه كلهم يمكن زي أحمد فتحي زي علي معلول كلها من عناصر الخبرات هتدي للنادي الأهلي سبورت كبير في مباراة العودة إن شاء الله. الفوز هيبقى مهم جدا، أعتقد برضه في روح جديدة في الفريق مع قدوم مدير فني جديد، كل الحاجات دي هتمثل حوافز للاعبين وإن شاء الله يكونوا على قدر المسؤولية ويكونوا في الميعاد جاهزين بإذن الله. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم واراء النقاد الرياضيين نفس الكلام اللي نتكلم فيها كابتن ضياء. كان عندنا فرص كتير ما استناهاش، مروان ضيع، مروان زي ما حضرتك كنت بتتكلم معايا في الفاصل، لعيب كويس قوي، لعيب بدا يستعيد الذكريات الهدفيه، لكن عارف لما المؤيدين ليك بينتقدوك، انت عارف الاهلاويه جمال جدا وعايزين فرقتهم تبقى احسن حاجه في الكون، بس يعني عارف لعيب كده بالظبط شويه استعجال، لكن هو حقهم طبعا طبعا. لكن برضو اللعيب دايما بقول لهم يا جماعه اللعيب بيقرا الفيسبوك وبيدخل على تويتر وبيقرا وبيقرا وبيقرا، لما يشوف الاهلاويه اللي هم المفروض يساندوه بينتقدوه شويه هو بيزعل، بس هو مش لازم يزعل، هو لازم ياخد الحاجه دي ايجابيه ليه. هي دي الحته اللي كنا بنتكلم عليها كابتن ميدو في حته ليه الطبيب النفسي الرياضي. انت قلت كلمه جميله جدا 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 جدا. انا لو قعدت اتكلمت معاه من دلوقتي وهو بعد ما كبر وخلاص بقى درجه اولى، الفتره اللي اتاثرت فيه وطبعت فيه من هو عنده 13 ولا 12 سنه لغايه ما وصل 20 21 سنه، عندك 9 سنين تقريبا. تخيل عشان انا امحو اثار سيئه او غلط او مغلوطه 9 سنين في شهر ولا في 2 ولا في 3، ده مستحيل. عشان كده بنتكلم على اهميه دور الناشئين. ايه 1200 جنيه وايه 1500 جنيه و1700 جنيه و2000 جنيه و3000 جنيه يا كابتن؟ انت تقول ايه يعني ايه؟ هو مرتب حلو وانت حد لاقي حد حاله شغل بيتقال كده؟ هو انت لاقي شغل بره يا عم؟ قول الحمد لله يا سيدي، ما بقولكش لا. انت بتتكلم، انت بتصنع لعيب، اللعيب ده ممكن يجيب لك يعوض لك المصاريف اللي صرفها قطاع الناشئين في 4-5 سنين لو بعته بيها صح. ده يعوض لك تحسبها يا كابتن مش 4-5 سنين، 10 في عمره كله والله. انا بس إيه، هنقول 4-5 سنين يا كابتن على كل فرق الناشئين لو اتحسبت صح والولد اتعد صح كابتن. في انديه هقول لك ايه بس يا كابتن مينو، يعني ما انت مليون في 100 شايف وعارف وبيوصل لك كل حاجه، عارف عارف يا كابتن. لا 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 ادوات ولا 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 ملعب ولا اوض لبس ولا حاجات ادميه ولا وكمان ولا اي حاجه. المطلوب منك كتارجت تكسب وخلاص. تكسب كابتن مش والله العظيم. انا بالنسبه لي قطاع الناشئين ده كله هقول لك حاجه صغيره. قطاع الناشئين اللي هو انا اقول ال 97 ولا ال 99، السنه اللي فاتت الناس اللي هي في الاخر اللي هم بنقول 18 و17 و16 المفروض يحصل فيهم ايه؟ ينزل نزلوا
ما نزلوش. طب ايه الغرض من المسابقه؟ ان انا اخد اول، انا كسبت، انا اتعادلت، انا خسرت، انا الاول او الثاني، خد اول خد ايه؟ ولا حاجه. خد ثاني خد ايه؟ ولا حاجه. ايه الميزه يا كابتن؟ ولا حاجه، بس خلاص. بس ايه يعني ايه التارجت اللي ممكن يوصل له الولد عشان يوصل لحاجه معينه؟ ده فرضا عن ده اللي بنتكلم فيه، مقيد 25 30 لعيب مثلا، وفي الاخر تقعد 3 4 سنين ما تلاقيش في 90 لعيب في 3 4 سنين، ولا في 100 لعيب ليش 2 3 ولا واحد يا بالزبط. كابتن يا كابتن بالزبط. ولا واحد اصلا بيقتلوا الموهبه فيهم. انا اسف يعني، انا اسف، انا مش عايز الولد في... لا يا كابتن، لا الولد، انا قطعت الناشئين دي مقصره فيا. الولد دلوقتي الهدف بتاعه مواليد 97 ده اللي لسه له 4 اشهر، ايه هدفه يا كابتن دلوقتي؟ انا عايز العب ان شاء الله العب. لما انت بتحطش اصلا جواه انك لو شديت حيلك تقدر ايدك فوق واعمل لك عقد واشغلك فوق، دي مصيبه يا كابتن. وبالتالي 99 وبالتالي بعد كده 2000 و2001 يا كابتن، ما هي نفس القصه برضه. انت املك وانت صغير كنت تلعب درجه اولى يا كابتن، لما انا اوصل بيك الاحساس، يوصل بيك الاحساس او اوصل لك كنادي او كاداره او مجلس اداره ان الكلام ده مستحيل هطلع من الناشئين، او صعب جدا اطلع من الناشئين شراء العبد ولا تربيته، المثل اللي بيتقال للناس كلها، انا لسه هجيب لعيب واديله ثقه واستحمله لغايه ما يوصل لي، والله اعلم لو طلع او مش هيطلع هجيب لعيب جاهز وخلاص. ما هو علشان مفيش حاجه اساسا يا كابتن، ما انت بتصرفش عليه، ما هو فاقد الشيء لا يعطيه، وانت لو بتصرف عليه هتلاقي على ممكن. خلي بالك كابتن، سنه 84 85 ماتشنا احنا مع الزمالك في دور الثمانيه في كاس مصر، لما كسبنا الزمالك 3-2 كم ناشئ لعب يا كابتن؟ كنا احنا وقتها ناشئين كلنا الا الكابتن احمد شويه. كام لعيب اقول لك الاسماء كلها كابتن عارفها؟ كتير كتير. علي عبد الصادق، حسام حسن، محمد سعد، احمد جمال، ضياء عبد الصمد، محمد السيد، بدر رجب، شمس حامد، طارق خليل، عاطف الاباني، محمد عبد العزيز، حماده مرزوق. اقول لك مين تاني يا كابتن بقى؟ اقول لك مين تاني يا كابتن؟ احمد جمال. اقول لك مين تاني يا كابتن؟ اقول لك مين تاني؟ ابراهيم حسن. اقول لك مين تاني يا كابتن؟ الاسماء دي كلها معروفه يا كابتن. انا غلطان؟ 12 و13 و14 لعيب، ممكن كان كمان موجود ايمن اسماعيل. 13 او 14 لعيب يا كابتن من فرقتين كنا وقتها، ال 19 وال 21. يعني محمد السيد معروف، بدر رجب معروف، محمد السيد، علاء عبد الصادق معروف، حسام حسن معروف، شمس حامد معروف، عاطف الاباني معروف، محمد سعد معروف. اقول لك ايه يا كابتن كل الاسماء دي؟ هات لي بقى نادي دلوقتي يا كابتن بيطلع ثلاث لعيبه او ثلاث ناشئين في موسم واحد. هات لي. ما هو ده يا كابتن ليه؟ كان القطاع الناشئين في الاهلي زمان يا كابتن كانوا مسافر المانيا ومسافر رومانيا. انا اللي كنا بنعد هناك كويس جدا. اللي بجنني حاجه واحده، اللي بجنني حاجه واحده، خلينا نتكلم في نادي سي، اي نادي، اي نادي لما بيجي لك يا كابتن ده، خلينا نتكلم في النوادي الكبيره، النوادي الكبير لما بيجي لك ناشئين بتاخدهم على الفرازه مش كده؟ بيبقى حوالي كام في كل سن؟ اختبارات؟ مع اللي موجود عندك في كل سن. خلينا نبدا بالاعمار اللي هي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم لسه، يعني نقول مثلا 13 سنه مثلا، نقول بدايه الاعمار يعني 13 سنه، لا خلينا نقول 10 سنين او 11 سنه، تاخد منهم كام؟ يعني 15 لعيب مثلا ولا 20 لعيب؟ 15 لعيب، وانت عندك كام لعيب؟ هنقول مثلا زيهم، لو قايمه اولى مثلا بحط 15 لعيب زيهم مثلا ولا حاجه. يعني ممكن. انت مجمع في ايدك 30 لعيب مثلا؟ مثلا من ايهم على الفرازه؟ ممكن طبعا. خلي بالك طبعا، كنادي ايه؟ كنادي كبير. نادي كبير. نادي كبير. وبخص كبير لان الصغيرين بياخدوا اللي هو بواقي الكبار. الله ينور عليك. تمام. فنادي كبير واخد 30 لعيب على الفرازه اللي هم احسن لعيبه شفتهم، ما تلاقيش في الاخر مفيش لعيب منهم. وخلي بالك بيجي لك قدام ال 30 دول 30,000، بتختار منهم 30 لعيب. برافو عليك يا سيدي. 10,000 يا سيدي، لا 2000 2000 بتختار منهم كام؟ 30 لعيب. 30 لعيب. فين ال 30 لعيب بيروحوا؟ بلاش ال 30، فين خمس لعيبه بيروحوا اللي انا كنت شايفهم هيكسروا العالم كله؟ قول لي. لا قول لي، قول لي ولا حاجه، بيموتوا. ما عارف ليه؟ عدم الاهتمام. عارف ليه؟ لان الكلام ده احنا بنقول يا كابتن في مرحله كابتن ميدو الناس كلها مش عارفاها، هي الولد متغير. المرحله العمريه بتاعته زي ما بتقول من 10 سنين لغايه 17 سنه، مرحله البلوغ بتاعته والثبات اللي عنده دوت، اللي هو عضلاته وفكره ودماغه وكل ما هو يستجد عليه لغايه فتره البلوغ، اب داون، فوق تحت فوق تحت. كابتن مين يقول الكلام ده؟ حضرتك واخده ايه؟ واخده جوهره. واخده جوهره طبعا، حاجه كويسه. بس ما طب والله يا كابتن ميدو، انا شفت لعيبه مواليد 2007 وقلت الكلام ده يا كابتن في 100 لقاء قبل كده. اعمل يا كابتن، انا بقولها لك اهو وبحدد يا كابتن اهو، اعمل للعمر للمرحله العمريه 2007 دي، اعمل لها يا كابتن هات لها 60 لعيب او 50 لعيب. وشوف واسال يا كابتن ميدو مديرين فنيين 2007 على الانديه كلها، كل الانديه هتعمل لك تقريبا مش اقل من 100 لعيب. مش بص انا بقول لك ايه، 100 لعيب، ال 100 دول طلع منهم 50 60 واعمل مرحله طولت المدى 7 8 سنين وهات لهم حد بقى جامد قوي يا كابتن.
ويتجمعوا كل شهر مره، كل شهرين مرتين ثلاثه، مره كل شهر يا سيدي ويمشي لغايه ما توصل، توصل بقى بيهم 2007 دول عندهم كام سنه دلوقتي؟ 11 سنه صح كده؟ لغايه ما وصلوا 18 19 سنه. لا انا عايزهم، انا عايز 16 سنه كابتن، 17 سنه بالكثير. ده كسروا الدنيا يا كابتن والله، يلعبوا كاس عالم. أيوه انت أيوه. انت لعيب كره، انت فاهم اللي انا عايز اوصل له؟ ايوه طبعا. انتقي بقى يا كابتن واعمل احلال وتجديد بنسبه 2 3 لعيبه في لا كل، واجمعهم كل شهر ليه؟ انا اجمعهم، ده انا اجمعهم في الاسبوع يا كابتن. هيكلفك قد ايه يا كابتن ميدو؟ ولا حاجه. هيكلفك ايه؟ وجبه كباب من اللي بتعزموا بيها على الناس في اي مكان في اي حته. ايه المشكله يا كابتن ميدو؟ ايه المشكله لما اصرف عشان تلاقي؟ ما تقفل على نفسك. بالظبط كابتن. مين تصنيف عالمي دلوقتي؟ مش بلجيكا مصنفه اول عالميه دلوقتي؟ صح ولا غلط؟ اول عالميه. كانت فين بلجيكا من 4-5 سنين ولا 3 سنين ولا 6 سنين ولا 7 سنين؟ قفلت يا كابتن وظبطت نفسها، ظبطت حالها، بقت نمره واحد دلوقتي في العالم. بالظبط ترتيبه، يعني انت بتتكلم في ايه؟ لكن الكلام ده كله للاسف مين يعرفه يا كابتن؟ الناشئ مستواه بيتغير في كل، هقول لك مش كل شهرين ثلاثه، لا في كل سنه لغايه ما بيثبت يا كابتن. في لعيبه عندك في الناشئ زي تقول قنبله تطلع اول بقى مرحله الايه؟ الدرجه الاولى ما تلاقيهوش، والعكس صحيح. في البدايه مدرب، وفي البدايه عين، وفي البدايه اهتمام، وفي البدايه صرف. كره قدم يعني صرف يا كابتن ميدو. انا ما اعتقدش غير كده. اصرف هتلاقي طبعا طبعا. انا طبعًا. على ما اعتقد يعني طبعا. المهم بس يعني انا بقول الكلام ده لو فعلا اهتمينا بيه هتلاقي عندك جيل غير عادي. ال 2007 دول يا كابتن بقول لك انا شفت لعيبه والله والله تاكلينج يا كابتن وحماس ورغبه وقوه وفكر، وهقول يعني بتفرج عليه لعيب كبير بس عنده 11 سنه بالظبط، اعمار كتير. انا ليه بقول لك 2007؟ كل المدربين بتنتقي واشوف اللعيب كويس. انا خلي بالك اصل احنا ممكن نتجمع يعني ممكن مجموعه كبيره يتجمعوا على لعيب، مش صعب ان انت تشوف لعيب كويس. خلي بالك لا لا لا، لكن الصعب جدا انت تشوف لعيب غيرك مش شايفه كويس وانت شايفه كويس. ده صعب دي جدا. دي محتاجه كابتن عين وعين كويسه قوي. انا بتكلم في، انا بتكلم في ايه يا كابتن؟ ان هو مش صعب انت تشوف لعيبه كويس يعني. لا 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 سهل جدا اللعيب بيقول لك انا كويس. خلي بالك يبقى غباء مني بقى ان انا مش شايفك. دي مشكله كبيره جدا كمان. صح وبتحصل خلي بالك. لو قومنا يا كابتن، لو قومنا كابتن ميدو، لو احنا قومنا صح والله تبقى عندك لعيبه في مصر كويسه جدا، ويبقى مستقبل الرياضه في مصر ومستقبل الكوره في مصر غير عادي. احنا مشكلتنا ان احنا كابتن ما بنمشيش على خطه يعني هنقول ايه، مرحليه. كل اللي بيجي بيغير عشان يمشي بمزاجه. في حاجات يا كابتن دي انا بعتبره مشروع قومي. انا بقول لك 7-8 سنين دول ده مشروع قومي يا كابتن. لما تصرف فيه هتلاقي انت بتبني في جسر ولا بتبني في كوبري ولا بتبني في محور ولا بتبني في 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 نفق، بتقعد لك سنتين ثلاثه واربعه. ده مشروع قومي بيخدم. بالزبط. لو انت صرفت على ال 30 40 لعيب دول في 2007 دول يا كابتن وهديت بس شويه. اللعيبه دلوقتي ب 30 و40 مليون و50 مليون و60 مليون و70 مليون. معلش سوري يعني والله ما بيعرف. والله يا كابتن والله وبقولها وعلى طول هفضل اقول اكتر لعيب يسوى يا كابتن في الظروف دي 4-5 مليون يا كابتن، والا ما رحم ربي وخمسه كتير عليه كمان. انا بتكلم خمسه ليه؟ ليه 40 مليون ليه يا كابتن؟ لا انا بتكلم بره. خلي بالك انا عمري ما اقول 40 مليون. انا يعني عمري ما اقول لعيب يسوى. لا طبعا 40 ازاي يا كابتن؟ ازاي؟ لا ما هو 40 ده يا كابتن ليه معاييره ومقاييس. ليه معاييره ومقاييس؟ انت تاخده قبل في حاجه يا كابتن. احنا مشكلتنا في مصر هنا كمان اختيارات اللعيبه للانديه. لعيب جاب جول كويس، جاب بقى صدفه بقى جابه خلاص بقى لعيب كويس قوي بقى يتصنف في 30 و40 مليون. اللعيب ده حطه لي وشوفه وتابعه سنه بيلعب قد ايه؟ اصاباته قد ايه؟ بيعمل اسيست قد ايه؟ بيدافع قد ايه؟ بيشوط قد ايه؟ مفيش معايير يا كابتن. بقى بيجري قد ايه يا كابتن؟ تابعه. لكن مش مجرد ان انا حد يجي يقول لك انت ميدو انا شفت ميدو عمل كوره ده جامد قوي. ده لعيب انت لازم تاخده. اخده على ايه طيب؟ والماتش اللي بعديه ما تلاقيهوش. واللي بعديه ما تلاقيهوش. لكن للاسف هي اختيارات في مصر. ودي هي دي سياستنا في مصر اللي انا شايفها صعبه شويه. انت شايف احنا لو نظمنا ام افريقيا دي هيبقى صح من ناحيه البنيه التحتيه للاستادات والملاعب الفرعيه والتدريب والكلام ده كله؟ انا عن نفسي انا شايف ان احنا ممكن نعمل اي حاجه في اي ثانيه. بس حد يديني تفكير، بس حد يقول لي بس ايه يعني 1 2 3 4. بص انت قلت ايه؟ بس حد يديني. بالظبط. طب انا ليه بكونش على كل ده عندي وفي اي وقت بيتك جاهز في اي وقت حد يجي يدخله؟ ما فيش مشكله بالنسبه لي. ليه لما يجي حد يخش بيتي ابدا اروح اوضب واعمل واظبط؟ طب ليه؟ طب انا بيتي جاهز على طول. بالظبط. في اي وقت تعالى يا عم انا عندي زي ما الظروف دي. المغرب قريبه، جنوب افريقيا قريبه. طب ما هي مصر قريبه. انا بقول لك بس هناك منظمين اكتر منها شويه. المصريين يا كابتن يعملوا اي حاجه في يعملوا. اي ثانيه كابتن مصر يعني لو عايز استاد نبنيه في شهرين ولا حاجه او شهر ممكن نعمله. ده كابتن انا عارف الكلام ده كويس والله. بس انا بتكلم على ايه يا كابتن؟ ليه هاني؟ طب ليه هات واحنا عندنا؟ هي دي المشكله بس كابتن ميدو مش اكتر من كده. بس بوش فين مين اللي اديهولك؟
مين اللي كلنا 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 مشاركين في البوش يا كابتن. احنا عايزينه واحنا عايزينه، اهم حاجه بس ان شاء الله النادي الاهلي ربنا يكرمه ان شاء الله يا رب ويعمل مباراه كويسه وان شاء الله يعني يرجعوا مبسوطين ونعدي المرحله ديت وتبقى في مرحله جديده في بدايه الدور الثاني باذن الله ان شاء الله. كابتن نورتنا شرفتنا يا كابتن ده. ربنا يخليك يا كابتن مصطفى، استمتع بيك ده. ازيك يا كابتن ميد، ربنا يخليك يا حبيبي. ازيك يا كابتن ميد، ربنا يخليك. شكرا. دي كانت نهايه حلقتنا معاكم النهارده في الاهلي الليله، ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في المباراه الهامه جدا مع جمال اثيوبيا يوم الاحد ان شاء الله الساعه 3 بتوقيت القاهره والساعه 4 بتوقيت اثيوبيا. اكيد هنكون معاكم ان شاء الله متواجدين، واكيد هيكون في اراء كتير عن هذه المباراه، لكن في الاهلي او في الاخر الاهلي دايما بيكون قد التحديات. ان شاء الله تكون مباراه سهله نسبيا للنادي الاهلي ويتغلب على صعاب الظروف الاثيوبيه. نورتوني وشرفتوني ودايما بتشرف بيكم وتصبحوا على الف خير.